اهلا يا حاج فواز. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا مرات عمي ولا مرات ابويا؟ ما حصلش. ايه ده اللي ما حصلش؟ اللي لازم يحصل يا فواز ما حصلش. لا اله الا الله، مالك يا حاج في ايه؟ انا اصلي عندي شعر، ساعه تروح وساعه تيجي. انا اخش اخد حمام يمكن افوق. لا اله الا الله، انت عملت ايه في الراجل؟ ما انت عارف ابوك بيحب يهزر. ما حصلش. بيهزر؟ صدقني بيهزر. تعالى يا حاج، تعالى اقعد، انا عايز اتكلم معاك كلمتين كده. قوليلي يا طب اقول لك ايه بقى طيب؟ تقولي يا حماتي، هو انا مش حماتك برضو؟ طبعا. كلمتين ايه بقى اللي انت عايزاني فيهم؟ انهار هتتجنن، مش مستحمله بعدك عنها اكتر من كده. لا اله الا الله، هي اللي جابته لنفسها. اذا كنت سامحت اللي اذوك ومدت لهم ايدك، مش عايز تسامحها على غلطه عملتها من غير قصد. بعدين دي انهار برضو، انهار اللي بتحبك وحطاك في عينيها وقافله عليك برموشها، انهار اللي وقفت قدام اخواتها لاجل خاطرك، اللي باعت الدنيا كلها لاجل كلمه حلوه منك. ما تكسرش قلبها اكتر من كده بقى. قلت ايه يا حاج؟ انا اول مره اطلب منك طلب. هو انتوا كده تطلبوا اول طلب وتكروا ورا طلبات؟ لا لا، ده هيكون اول واخر طلب. ها، اللي فيه الخير يقدمه ربنا. شربت الكركديه وزنهرت وبرضه مفيش فايده. كركديه؟ أنا جبت سيرة كركديه؟ لو أنت شكل. ده غلط ولا إيه؟ كده كل حاجة جاهزة، مش ناقص بقى غير الشغل. أنا كمان جهزت لك حبة دعاية نمائية برنس. دعاية؟ إزاي يعني هن؟ يا بنت الجامعة مليانة كافيتريات، إنما إحنا بقى لما نرمي كام ورقة قدام كل كلية فيها أسعارنا رخيصة، الناس هتسيب الكافيتريات التانية ويجوا لنا إحنا. الله عليك، لا معلم برضه. مش كده وبس، انا كمان اتفقت مع مطبعه يطبعوا لنا كده كام بروشور فيهم لسته اسعار وسندوتشات حلوه. ده الفل كده. ما تنساش ماكينه التصوير. ها، لا عيب عليك، من غير ما تقول حصل يا ريس. انا هكت بقى عشان ورايا كده كام حاجه اعملها. زي الفل، لو عايز حاجه كلمني. ماشي يا معلم، سلام. بقول لك ايه، هتعمل افتتاح زي ما قلت؟ طبعا هعمل افتتاح والناس كلها هتجي. حبيبتي انا نفسي الدنيا كلها تشوف المكان ده لما يجهز. اول مره اشوفك متحمس كده. مش متخيل ان السعاده ملخصها ان الواحد يحقق حاجه كان بيحلم بيها. عارف عمي اول ما شاف ان انا مصمم وقف جنبي على طول. ساعتها شفت فواز ابن عمي وهو بيكبر من مصنع صغير لمصنع اكبر لغايه ما عمل اسمه كبير. اديك اتمنيت واحلامك بدات تتحقق اهي كمان. بس بدري، دي اول خطوه في طابور الاحلام اللي ملوش اخر. وانا فين بقى من الطابور ده يا استاذ؟ ايه الطابور ده كله واقف قدامك، وانا لو بحلم اعديه عشان اوصل لك. دايما بتغلبني الكلام. الله 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 الله، نجيب بقى اتنين ليمون وشجره عشان الليله دي تكمل، ولا احسن نخلي البوكس يخش في ضهره ويلم الوغش؟ يا ابني يا حبيبي، هو انت ايه؟ ما وراكش غيرنا بصراحه يا ابني، وريش غيرك في الجامعه. حازم لو سمحت، مش كل شويه تعمل لي مشكله وحوار. خليك انت بره الليله دي ادينا، انا كلامي مع الدكر اللي بيسبل لك. يا ابني لم نفسك. مش لما تلم نفسك انت الاول. انت عبيط. يلا عمرو فكك منه، ده بيهزي. يلا بينا. يلا سيبك منه، يلا يلا مجنون. الواد ده اتفرعن قوي، لازم له قفله. وحياتك عندي بكربونك وخليه عبر الجامعه كلها. لا خف شويه عشان ما تلبسش انت الليله. لا صايع يالا. يبقى خليه بقى يستلقى وعده واحنا بعيد مالناش دعوه. وهي هتيجي على بوزها وتتمنى الرضا. يمكن الدرس كان تقيل شويه بس تستاهل. ايوه تستاهل، لانك لعبت بديلك من ورانا. لو كنت جيت وقلت انك اخذت الحاجات دي كنا فهمناك ان ملهاش اي قيمه وكلها ورع دماغ، والمكسب الوحيد اللي فيها حبة الرسومات اللي عملها فواز بإيده وبس. بس أنت طمعت يا سليم بيه وقلت أكوش على المكسب كله لوحدي، ورميت لها عظمة المكن وافتكرت إننا اتلهينا فيها زي ما أنت بالظبط اتلهيت في رقم المبلغ اللي في الشيك ومبصيتش على تاريخه. فعلا غلطة الشاطر بألف، وهي ده دليل الثقة العامية فيكم. باختصار، شو المطلوب مني؟ ابدا، عندنا اوامر نديك فرصه تانية. شو هالنكتي؟ فرصه تانية؟ بعد شو؟
الشغل الوحيد اللي كان أملي فيها طارت وتبخرت وطلعتوني على فيشوش. بعت بيتي حيلتي عشان أشتري هالبضاعة، وفي الآخر الآخر لسه ما جاش ولسه قدامك وقت تعوض. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقبل ما ناخد ونعطي بها الحكي دفعولي ثمن الرسومات الميزة الوحيدة، وإذا ما أخدت حقي على آخر بارة ما إلكن أي حق عندي يا ولادي. على بركة الله يا ابني، ولو عاوز أي حاجة أنا تحت أمرك يا أخويا. ربنا يخليك ليه ولينا يا رب. سبحان مغير الأحوال. فاكرة أمه؟ فاكرة لما قلتلك على موضوع الكافيتيريا والعم يجي معايا عملت إيه؟ يا ساتر يا ساتر، أنت مالك يا واد قلبك أسود كده؟ عملت إيه؟ قول. أقول له حسنات؟ قول. لا قول عشان خاطر يقول. يلا ماشي يا أمه. أوعني. مش هقول. ماشي. طبعًا تلاقيها نفضتك ساعتها وقعدت تقطع في فروتي لما قالت يا بس. أنتوا مش ناويين تاكلوا النهارده ولا إيه بقى؟ ماشي غلوشي غلوشي. ماشي هناكل. قول يا عم. انت مش عايز اي حاجه تاني؟ انا خلاص ظبطت كل حاجه كده، مش ناقص غير الافتتاح. بس هو بصراحه يعني انا كان في حاجه عايزها من حضرتك يا ابني. ما بقول لك قول من الصبح. عايز ايه؟ عايز فلوس تاني؟ لا 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 خالص، انا بس كنت يعني نفسي تعرف تقنع الحاج فواز انه يجي يحضر الافتتاح، هيفرق معايا قوي لو جه. بس كده؟ ماشي. غالي والطلب رخيص. يعني ممكن يوافق؟ ايه اللي يوافق؟ يا ابني يا عمرو اوعى تفتكر ان الفواز ممكن يتاخر عنك او عن حد من اخواتك في اي مصلحه. لا لا لا، ليك عليا يا عم، هجيبه من ايده معايا، ولو عاوز امك الاخرى هجيبها لك. شيلوا امه بقى من نفخكم، خليها في اللي هي فيه. طيب انا هقوم بقى عشان اعمل كام تليفون شغلك. طب يا ابني مش تكمل اكلك؟ يا اما انا شبعت، انت بس ادعي لي. طيب يا حبيبي ربنا يفتح عليك ويصبرك يا بنتي انهار. مالك يا مانهار؟ البت تعبانه قوي وصعبانه عليا يا منى. من السمك كنت فاكره يعني لما اتكلمت مع الحاج فواز هيعمل لي خاطر. انت عارفه فواز كويس، على قد ما بيشيل على قد ما بينسى، وقلبه مفيش اطيب منه. بالله يومين ثلاثه وهتلاقيه رايح لها. ربنا يهدي يا رب. بقول لك ايه، الواد عمرو دخل نام، ما تيجي نكمل الاكل جوه؟ كل يا حاج. يا حاج ما ينفعش، ده ما يجيبش حق التدريس اللي فيها. احضرينا يا ست حيات. في ايه يا رضا؟ في ايه؟ الست دي من صباحه ربنا عماله تفاصل في عبايه بنبيعها في وسط البلد وفي شارع الهرم ب 150، هي بقى عايزاها ب 100. خلاص. مع اني كرمتها ونزلت لها 20 جنيه عشان خاطرها. خلاص اكتم. اديها 2 ب 180. بس انا مش عايزه 2. ليه بس يا حاج؟ دي كده الواحدة هتقف عليكي 90 بس. كتر خيرك يا اختي، ربنا يزيدك من نعيمه. الله يخليك. ربنا يخليك للغلابة يا ست حياة. سكتم. حاضر. عايزة دي؟ طب ثانية واحدة. ألو ألو ألو. الشاي يا سي عال. محدش بيرد بردك؟ محدش. اهو طول اليوم كده عمال يرن 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 وفي الاخر محدش يرد. خليه يرن والدنيا كلها. طب تحب اعمل لك حاجه؟ لا متشكر يا سماح. وعاوز اشكرك على حاجه كمان. انا بشكرك بصراحه على انك ما مشيتيش وسبت البيت وسبتيني لوحدي. اقول لك على حاجه، انا شخصيا ما بعرفش اعمل كوبايه شاي لنفسي بصراحه كده يا سي علي. انا ما هنش عليا اسيبك لوحدك، ولو يعني انا خايفه قبل حياتي لما ترجع انا مش عارفه هتعمل معايا ايه. بس يلا كل واحد بيعمل باصله. صدقني انا مستجدعك قوي يا بنت سماح، كل يوم بستجدعك اكتر عن التاني. طب اقعد يا ولد. خير يا عم فكري، كلمتني ليه؟ الحمد لله انك جيت يا استاذه ندى. الناس بره ياما زي ما انت شايفه، والاستاذه لسه ما جاتش لحد دلوقتي، وانا بصراحه متوهوش عليها، اصلا مش متعوده تتاخر على المكتب ابدا. معقول؟ دي المفروض تكون هنا من ساعتين. وبكلمها كمان على المحمول ما بتردش، وحياتك تخرجي بره تقولي للناس اللي بره دول كلمتين لحد الاستاذه ما تظهر. طب استنى نجرب نكلمها تاني. يا ريت.
بتردش برضه؟ مقفول. هتكون راحت فين؟ وانا اعرف منين؟ ما اتكلمش وكلمته اكتر من مره ما بيردش. يعني ايه؟ ده قال لي انه هيخلص حكايه المدرسه ويجي على هنا على طول. ومكلمني عشان البضاعه بتاعه لبنان وكل حاجه واقفه على ايدته. والمول الشغل فيه واقف ولازم يشوفه بنفسه. طب اتصلت بصفوة وسالته عنه؟ كلمته قال لي انه مشي من بدري. طب والعمل؟ مش عارفه والله يا جماعه اقول لكم ايه، دي اول مره يعملها. لا اكيد الحكايه دي فيها انه 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 ازاي يا زكوه؟ انت شكلك عارف حاجه ومش عايز تقول لنا يا استاذ زكي. معلش تعبتك معايا يا فواز. اوعي تقولي كده تاني يا جميله. ابوكي يعني ابويا، والحمد لله انه قام بالسلامه. الحمد لله. الف حمد والف شكر. احنا هنصلي ركعتين شكر النهارده كمان. انا مش عارفه حصل كده ازاي، ابويا كان زي الفل، مش عارفه ازاي فجاه يقع كده. معلش الحمد لله، مش حد كبير على المرض. اصلك ما تعرفش ابويا ده بالنسبه لي ايه. اكيد طبعا. انا اتعلمت من بابا كل حاجه حلوه، شفت بعينيه الدنيا. بابا ده مش مجرد اب، رب بناته ورفض يتجوز تاني بعد ما مراته ماتت الله يرحمها. بابا معنى امنت بيه وفكره نورت عقلي. صعب عليا قوي اشوفه في الحاله دي. عارف اول ما شفته كده كنت حاسه بايه؟ كنت حاسه ان انا عايزه اتدارس في ركن بعيد عن كل الناس عشان محدش يكشف وشوف الضعف اللي جوايا اللي عشت عمري كله خبيه. سبحان الله، الست تبان ضعيفه صحيح، انما في الحقيقه عامله زي الخرزانه، مهما تتني فيها صعب انها تتكسر. الراجل بقى شومه شومه، لو دوست عليه زياده شويه يتكسر نصين. فكرتني باللي قال ان قوه الست في ضعفها. الله يفتح عليك ويفتح على العيال كده كمان، هو ده اللي انا عايز اوصل له. عارف لما سالت بابا ما اتجوزتش ليه بعد ماما ما ماتت الله يرحمها؟ الله يرحمها. عارف قال لي ايه؟ قال لي يا بنتي في حاجات في الدنيا صعبه تتكرر مرتين، وامك من الحاجات دي. الف رحمه ونور عليها، اكيد كان شايف معاها اللي عمره ما شاف مع واحده غيرها. اللي كان شايفه معاها ولقوش في اي واحده غيرها هو الحب. الحب ما ينفعش يتكرر اكتر من مره. بس في ناس بيحبوا مره واتنين وتلاته واربعه. لا اصل اللي بيحب ده زي اللي بيتولد من جديد. عمرك شفت حد اتولد مرتين؟ فكرتيني باول مره قابلتك فيها، فاكره قلت لي ايه؟ غير انت ما عندكش ذوق وحاجات. فاكر لما قلت لي انت عمرك ما اتعاملت مع واحده ست؟ مش عارف ليه عندي الاحساس ده دلوقتي قوي. احساس ايه؟ اني عمري ما اتعاملت مع ست قبلك. طب انا هروح بقى عشان اقعد مع بابا. شكرا ميرسي. اوه انا اسف. نسيت خالص والله. شكرا. انا هبقى اطمن على بابا. انا هبقى اطمن. ما تقدريش تعملي في حياتك أي حاجة غير إنك تصدقي، زي العيال الصغيرين لما بيلعبوا لعبة العروسة والعريس. لعبتها أنا وفواز لحد لما قلبت بجد، وكانت زي حلاوة أول مرة في كل حاجة. كنت لسه بضفايري ويا دوب بفتح عيني عشان اشوف الدنيا، ولقيت فواز جنبي في الكوشه بضحكه حلوه منوره وشه. فرحت والدنيا ما كانتش سايعاني، لكن معرفش ان بعد سنه وكام شهر هبقى نمره في لسته طويله ملهاش اخر. أنا لأول مرة شفته، شفته في عينه نظرة غريبة قوي.
نظرة ما هياش بتعري على قد ما هي تربك وتخض. كنت خايفة لا يكون أبوه هو اللي جاي يتقدم لي ويخطبني، بس رغم خوفي ده دخلت ولبست أشيك حاجة عندي وعديت من قدامه عشان يشوفني، وشافني بس حسيت إن عينيه كانت بتفصص كل حتة فيا. بعديها عرفت هو تقدم لي ليه. الحاج تقدم لي علشان أنا عجبته ودخلت دماغه، وبرغم إن أنا عارفة إن كل ده عمره قصير قوي، لقيتني مفيش في إيدي أي حاجة غير إن أفرح واتبسط واتشعلق في دراعه وأعمل فيها عروسة وأصدق وأضحك على نفسي هو أول مرة يبقى عريس. كنت أفضل واقفة في الشباك بالساعات مستنية طلته، نفسي بس ألمحه وهو معدي، أحاول ألفت نظره بأي طريقة عشان يبصلي وهو ولا واخد باله. ساعات كان يبقى معدي وهو شايل منعم الصغير على إيده، أفضل عاكس فيه عايزة ياخد باله بس هو يمشي من غير حتى ما يبصلي. وفي يوم عرفت السكة اللي أقدر أجيبه بيها. ما كنتش شايفة نفسي ينفع أبقى مرات حد غيره، ما كنتش شايفة أي راجل في الدنيا ينفع يبقى جوزي غيره. عارفة أصعب حاجة عند الست إيه؟ إنها ما تبقاش شايفة في حياتها غير راجل واحد بس. ساعتها بتنسى نفسها وتجري ترمي نفسها في حضنه، تنسى كل حاجة وتغمض عينيها. كل واحدة فينا لعبت لعبة عشان تبقى ليك وتقرب منك بالطريقة اللي تجيبك زي ما قالت سميحة. حتى أنا لعبت نفس اللعبة واتجوزتك رغم انك متجوز اتنين، وعملت نفسي مش فارقة معايا وفكرت في نفسي وبس، معملتش حساب لأي حاجة. وحتى لما عرفت قبل ما اتجوز كان ممكن مرضوش، لكن كملت. ويوم ما جيت لك عشان اشتري عباية عملت مشكلة عشان كان هم انك تاخد بالك مني. يا ترى مين فينا اللي ظلم التاني؟ احنا اللي ظلمنا نفسنا ولا انت اللي ظلمتني يا فواز؟ وصورة الحكم المقدم بإدانة المدعى عليه اليوم تكشف مدى وحشية وسادية هذا الشخص الذي أطلق عليه المجتمع صفة الزوج بالخطأ ليتجرد من كل معالم الإنسانية. فقد اعتاد الزوج نهر زوجته بالضرب المبرح، وقد نسي تماماً أنها مخلوق كرمه الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. وبناء على هذا ف
فإن حق موكلتي في الطلاق مكفول، ولسيادتكم جزيل الشكر. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. عيب عليك يا بنت، طبعا مبروك. يا بنت الايه؟ انت اسرع واحده تطلق الستات وتخلع رجال. من عمايلهم هم اللي بيجيبوني نفسهم. كان نفسي الحق الجلسه عشان اتعلم، بس اعمل ايه في الزحمه؟ ما انت اللي مش مهتمه، عشان كده عمرك ما هتبقي محاميه كبيره. يا ستي بلا كبيره بلا صغيره، المهم نشتغل. طب يلا بقى بينا، عشان عندنا شغل قد كده في المكتب، وبعد كده هنروح الجامعيه. يلا. انا متشكره قوي، انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه. ما تقوليش حاجه خالص، انت صاحبه حق وربنا يرضيك. ربنا يوفقك يا استاذ، ربنا يوفقك. شكرا. يلا بقى عشان نلحق احنا. منك لله يا مفتريه، ربنا يخرب بيتك زي ما خربت بيتي، ما كل الرجاله بتضرب حريمها. منك لله وربنا يوريك. مجنون ده ولا ايه؟ لا يا ستي ده مش مجنون، ده بخلوع. الو. صباح الخير. صباح النور، عامل ايه؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ واقف على غيط حمام. الله، بحب قوي منظر الحمام في السماء. وانا بحب كل حاجه جميله خلقها ربنا. برضه اتغديتي سندوتشات كل يوم؟ العادي يعني. اعمل ايه؟ الصبح محكمه، وبعد الظهر مكتب، وبالليل جمعيه، وساعات بيبقى بالعكس. يعني بتقف قدام القاضي؟ قدام المحكمه؟ ويا حضرات المستشارين، علي الطلاق بالثلاثة. أنا صحيح بترفع في قضايا طلاق كتير، بس ما بقولش علي الطلاق دي. صباح الورد والنور. ما سمعتش صوتك من امبارح. مشغولة؟ مشغولة في إيه بقى؟ بحضر المعرض في بيروت. أيوة أنا كمان راية، هفتح كام فرع جديد هناك. رايحة امتى؟ انت رايحة امتى؟ يعني على الأسبوع الجاي كده. سبحان الله. ايه ده؟ انت رايح في نفس الميعاد؟ لا دي صدفة غريبة قوي بجد. دي تدابير ربنا، دي احنا مالناش يد فيها. طب قولي بقى، انت بتعمل ايه غير الشغل؟ بكرة أول يوم دراسة في المدرسة دي. ايه ده؟ انت عندك مدرسة؟ هبعت لك عربية الصبح ونشوفها. بقولك ايه؟ في سؤال كنت عايزه اساله لك. انا ما بخافش غير من الاسئله المفاجاه بتاعتك دي. ربنا يستر. هو انت جبت نمرتي منين؟ انا مش فاكره اني اديتها لك. عايزه تعرفي عرفت تليفونك ازاي؟ زي ما انت عرفتي صوتي من اول مره. اتفضلي. هو انت ليه فكرت تفتح مدرسه؟ لقيت المدارس باظت، بيخربوا دماغ العيال. صدقي كاميليا ما بيديهمش دين في المدرسه، ياخدوا فلوس قد كده وفي الاخر ما بيديهمش حصه دين. لا طبعا مش كل المدارس كده، في مدارس تانية بتهتم جدا بالدين. يبقى اهتمام براني مش اهتمام بجد، يعني حصه كده على جنب يعني. بزمتك دي مدارس، انت يرضيكي الكلام ده؟ لا طبعا ما يرضينيش، حصه الدين مهمه جدا للطفل، بتزرع جواه ايمانه بربنا وبتفهمه أصول دينه، وكده ده بيعمله توازن نفسي واستقرار، بيخليه بني آدم سوي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يفتح عليك. ده الكلام الموزون، وعشان الكلام ده بقى أنا هرد لك عزومة السندوتشات حالا. أنا بحبش أكون مديون لحد. بس لا مش هينفع، أصل أنا عندي حاجات كتير. حلو قوي، أنا كمان جعان جدا جدا جدا. يلا بتحب تاكلي إيه بقى؟ طب إذا كان كده ممكن ناكل سوشي. ايه ما بتحبوش ولا ايه؟ لا ده حلال. طبعا حلال، ده سي فود. مأكولات بحرية. ايوه هي دي. انتوا مثقفين نخبة برضه، بتقولوا حاجات. اسمه ايه؟ سوشي. هيعجبك. يا اختي جماله حل. ايوه كده، ترجع من المدرسة تغير هدومك وتاخد دش وتفرفش. قولي مبسوط في المدرسة؟ حلو قوي يا ماما، وبيحفظونا قران كمان. طب الحمد لله. يعني المدرسه دي احسن ولا المدرسه الاولانيه؟ لا دي احسن،
عارفة شفت مين هناك كمان؟ شفت مين؟ بابا. ايه ده؟ ايه اللي وداه؟ ده لف المدرسة كلها، وانا فضلت اقول لزمايلي ده بابا صاحب المدرسة، والمدرسين جابوا لي شوكولاتة وبسكوت وحاجات حلوة كتير. طبعا مش ابن فواز الصياد. طب قولي يا واد، ابوك ما قالكش حاجة؟ لأول ما شافني كده شني. فرحان بيك، فرحان بيك يا واد. بس كان مع واحدة حلوة اهو يا ماما. واحدة حلوة قوي. مدعيس! يا مدعيس ضربوا! لموني وتعالوا اسمعوا البشارة! بشارة؟ بشارة ايه يا انهار مالك؟ ايه يا انهار؟ خير ان شاء الله. جرى يا انهار؟ انتي بترني الجرس دلوقتي ليه؟ ما هي دي يا اختي اسرع وسيلة المكوا بيه، وعايزة تلمينا ليها ان شاء الله؟ هو احنا يا اختي بنتلم الا في المصايب؟ فتحوا لي عينيكوا وصنفروا لي ودانكوا وتقطعوا لي مخكوا. واسمعوا منعم هيقول لكم ايه؟ منعم؟ هتقولي يا منى؟ ما تستعجليش يا اختي على رزقك. قول لهم يا حبيبي، قول لماما هاتك شفت ايه النهارده في المدرسه. واد يا منعم، قول يا واد، قول يا واد شفت ايه في المدرسه انت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايز تذكرة على الرحلة دي لبيروت بكرة. حالا يا فندم. بيروت بكرة. حاضر. نفس الرقم الرحلة. حاضر. هتسأل عليها؟ يا فندم، الأستاذ زكي اتصل أكتر من مرة، والأستاذ مرسي، والأستاذ صفوت. بس أنا ناقص دوشة، اللي يجي خليها على طول. حاضر. يا حاج، الحاج الكبير مستني جوه بقاله كتير. أبويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دي النور، يا دي النور. ازيك يا حاج؟ ازيك يا فواز؟ نورنا نورنا. يا سلام، حاجة جت ايه؟ حلوة. انت فين يا ابني؟ يعني اختصت كده وقلت هدولي، بقالي كتير مش عارف اعطر عليك. مين اللي واخدك مني؟ يا حاج هيكون ايه اللي واخدني منك؟ الشغل طبعا، شغل. هو ما انت شايف؟ يعني شغل ده فواز؟ شغل ايه؟ اذا كان الشغل نفسه بيدوروا عليك. الله، بقالك قد ايه ما رحتش المول يا فواز؟ وطبعا ما عرفتش المشاكل اللي حاصله فيه، لان زكي ومرسي لفوا عليك كعب داير وما عرفوش يوصلوا لك. بركه فيك انت بقى يا حاج. شغلانه لبنان دي يا حاج واخده مني وقت ومجهود كبير جدا، اديك شايف ترتيبات كتير وحاجات. ربنا يكون في عوننا. انت بقى اللي غاوي وجع قلب. قلت لك بلاها لبنان دي. الله، ما احنا شغالين هنا زي الفل يا ابني، وربنا مسهلها لنا على الاخر. يا حاج بقى احنا مش هنعيده تاني الكلام ده. ما احنا خلاص اتفقنا، وانا هفتح المحلات بعون الله، انا هفتحها ان شاء الله. انا بس كل اللي عايزه منك انك تقول لي روح على بركه الله، يوم نتباشر ونطمن. ماشي، هقول لك ايه، ربنا معاك يا ابني، وما دام نويت يبقى على بركه الله. ربنا يخليك لينا يا حاج. عملت ايه في موضوع جوز اختك؟ يا نهار ابيض، انا نسيت الحكايه دي خالص. معقول يا فواز؟ معقول حكايه لبنان واخدك بالدرجه دي؟ معلش يا حاج، البركه فيك انت بقى. وبعدين انا ان شاء الله اول ما ارجع بعون الله هتلاقي ايدي في ايدك ونحل الموضوع ده. حاج احط الزرقاء دي الكتاب الازرق الناحيه دي جنب الاحمر كده، ولا اخليه هنا جنب الاسود كده؟ ايه الكتب دي كلها؟ ها؟ لا، بقول لك ايه الكتب دي كلها؟ يا حاج اصل انا نويت اعمل مكتبه كبيره واملاها كتب. ايه رايك؟ الله، ده يبقى تغيير بجد بقى. لا الا الله، انتوا ما بتفهمونيش يا حاج، ما بتفهمونيش. فعلا يا ابني عمرنا ما فهمناك ولا هنفهمك في يوم من الايام. انت مسافر امتى ان شاء الله؟ انا مسافر بكره ان شاء الله يا حاج، ادعي لي بقى. والله انا مش مطمن لك يا ابني. الصياد احنا لازم نلم روحنا شويه ونعمل اي حاجه عشان نعرف نرجعه تاني. ما هو مش معقول هنفضل سايبينه بره البيت كل الوقت ده. ما هو اللي استغنى وداير يتصرمح مع الستات. لا 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 يا سميحه، ما تقوليش كده على الحاج. لا 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 يا سميحه، ما تقوليش كده على الحاج. اهي زوجتك دي هي اللي ودتنا في داهيه وخلته يبص بره ويطفش. خص عليك يا سميحه، ربنا يسامحك بقى. انا عامل كده يا اختي؟ اهو كله كل نسوان يا اختي. تبطي شويه انت وهي، وانت جمادي شويه. ايه انا ناقصاكوا؟ احنا لازم نعرف حكايه البت دي ايه. ما احنا ما ينفعش نسيب الموضوع كده يعدي والسلام. دي حاجه تقلق وتخلي روحك تخبط في بعض كمان.
احنا لازم نعرف البنت دي تبقى مين وكان بيهبب معاها ايه. يا بنتي يا هقوعي شويه انت كده. النسوان اكتر من الهم على القلب، واللي زي الحاج فواز بيتلموا عليه زي الدبان، فلو ما صحيناش له روحنا وعملنا له كل اللي نفسه فيه هيزهق ويطفش ويسيبنا كلنا. برضه لازم نعرف عمل ايه من ساعه ما عدى عتبه البيت ده. تصدقي البنت دي عجبتني، انت بجد 100 100. اقول لك على حاجه، انت فيري جود، هاتي بوسه بقى. ثانك يو. لازم نعرف خرج عمل ايه علشان نعرف نرجعه ازاي تاني للبيت. طب قولي لنا والنبي يا اختي دلال هنعرف ازاي؟ يا اختي حطيني تاني، حضنه في زماره رقبتك. يا ساتر، شحاته ما بيردش ومرسي واقف على رجليه من الرعب. بس انا لقيت الحل. ايه هو الحل يا رايقه؟ خالي محروس. بابا تاني يا دغوب كده، تبقى العشرة خلصت. يلا وملبس يلا عشان خارجين. يا عم انت عمال تقرص من الصبح يا عم. انت كده يا سليمان، اول ما تتغرب 10 تعيط. بقول لك ايه يا محروس يا زمكاري، خش على 10 التاني. لا يا حبيبي تدفع مشاريب ال 10 دي الاول يا عم، الحساب يجمع. لا يا حبيبي لا يجمع ولا يطرح. الو، ايوه دلال، ايه خير؟ في حاجه ولا ايه؟ ايه هبقى فين يعني يا دلال؟ في القهوه. طب وامتى ده حصل؟ طب خلاص خلاص خلاص، انا الصبح من نجمه هبقى عندك ان شاء الله. يلا سلام. العب يا كبير. لا في، استنى ما ادورها في دماغي الاول. ايه قدر تدورها؟ انت مالك انت؟ استنى استنى ما تشوف الزبون. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، يا دي النور يا دي النور يا دي النور، يا عين ايه النور ده كله؟ واحد معقول المعلم الكبير منور قهوتنا ده؟ ايه السعاده اللي حطت علينا دي؟ انت يا ابني صندوق حاجه ساعه وسقي الناس كلها على حسابي بركه حضور الحج. بقول لك ايه يا اخ محروس، انا باجي القهوه دي من قبل انت ما تتولد. معقول هتضيف لي في بيتي يا راجل؟ يا حاج ما تعلمنيش ما تعلمنيش من الشرف ده، اضيفك في بيتك في بيتي واحد يا حاج. اقعد كمل لعبك انت مع صاحبك وانا هبص على عمك شايف. عندك في الاخر يا حاج قاعد هناك. يا ابني ليه؟ انت بترص الرص ده كله ازاي؟ زي ما بارص بالزهرة يا خفيف. العب العب. يعني يا حاج داخل كده لا سلام ولا كلام؟ ده احنا اهل برضه. هكدب عليك لو قلت لك ان انا مش واخد على خاطر منك يا عم. يا حاج ده انت خاطرك على راسي من فوق، بس برضه يعني. برضه ايه؟ برضه ايه يا علي؟ انا قلت لك دي مراتك، وقلت لك طول ما عايشه معاك تحت سقف واحد. هودها واعمل ما بذلك في ايه يا علي؟ لما انت بقى الظاهر استحليت بعدها عنك، مش كده؟ روح يا علي، روح كمل قهوتك وسيبني مع عمك شاي شويه. عم شاهين شكله متضايق يابا. وانت هتضايقه بالعافيه يا ولا؟ اسكت اسكت. اديني خرست. ما تسمعنا صوتك يا سي شاهين. اسمعكوا صوتي يعني اعمل لكم ايه؟ اغني لكم؟ ما تشربوا القهوه يا اخويا ولا مش جاي على كيفكم. يظهر ان الواد عنده حق ومجيتنا دي ما جاتش على هواك، لكن نعمل ايه بقى؟ البنت بنتنا ولازم نطمن عليها. هو انتوا كل ما هتيجوا هتسمموا بدني بالكلمتين اللي مالهمش عازه دول؟ الحق ما يزعلش يا عم الحاج. ايوه وانت راجل حقان، بس اعمل حسابك ده حق اولي وربنا هيحاسبنا عليها يوم القيامه. اولا الست دي مراتي واللي في بطنها ده من ظهري، يعني ما حدش يتدخل بينا. فاذا كنتوا هتيجوا تطمنوا عليها زي ما بتقول على عيني وعلى راسي، لكن هتيجوا تسمعوني الكلمتين العفشين دول مالكوش عندي غير الجد. يا عم شاهين ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اللي بيحصل جوه؟ ده صوت امك يا ولد. طمني انا اللي هشوف في ايه؟ الحقني يا شاهين الحقني. ايه في ايه؟ يا ناقصه يا ناقصه، بتفوقي على ابويا في وشي يا وليه يا ناقصه؟ وده بقى
رحتي مشوار من بلدكم لحد ايه؟ عشان تبخي سمك وتبطلي الكلمتين معطرين معفنين من رزالك الزفر اللي عايزاتهم اللي روخوا ووشك يا اختي اللي عامل زي الرغيف الكوخ. سيبيها بقى يا سميحه. يا سميحه الوليه هتموت في ايدك مش كده؟ احميت امي ما انا خدتها غير لما اطلع زمره رقبتها بايدي واخلي ودنها عاملين زي السجاد واحزم لها وسطها ده اللي عايز حشه واقطع لسانها من اللغلوغ واللي بينزل سم ده. ابا سيبني يابا سيبني اجهزها عشان تبقى تروح ترقص في جهنم. يا بنت كفايه كده هتودي نفسك في داهيه. هي قالت رباعي وبنتك سميحه هي اللي هتربيها. الحقوني يا ناس هتخوفني. الحقوني يا اخوان قبل ما نخش. الحقوني مفيش حاجه. خلي ايد انت بس مفيش حاجه. الحقوني يا ناس يا ابني بره هتلوثني. يا بنتي خلاص بقى كفايه كده. ايه الوليه الناقصه؟ عمال الاخوه دي فيها من الصبح وحايل ومايل وعامله خاطر للمحروسه مراتك باللي بطنها ودي ابدا يابا ابدا وزي 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 زني 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 عامله زي الدبره الضخره اللي عماله تبخ الكلام زي وشها. انا بقى اما اوريكي حاجه بقى. هو انت فاكر بيتك معدي؟ انا هنفخك نعم والله العظيم انا دم ورياكي والنعمه اللي انا رايحه للحكومه شكياكي واجيبهم لك هنا يسحلوكي ساح. هي الدنيا سايبه سابت مفاصلك من ركبك يا شيخه. الى ربنا يهد حيلك زي ما عدتي حيلها في شله يا تخينه. مش كده برضو يا سميحه دي مرات خالي مهما كان. اهدي بقى يا سميحه واحكي لي بالظبط ايه اللي حصل. يا اخويا وانا لحقت انت دهبت في وشي زي العبور ومسكتني زي الاراده وخرقتني يا اخويا وكانت هتطلع روحي. دي حاجه ما يسكتش عليها ابدا. دي احنا نقلبها لهم ضم. خلاص والنبي يا مرات خالي حقك عليا امسحيها فيا انا المره دي. ما فيهاش الكلام ده. انا ما حدش يمد ايده على مراتي يا نعمه. ولمست امي اعطاله رقبته. ابوس ايديكوا بلاش فضايح. وانت يا مرات خالي ايه اللي خلاكي تفتحي السيره دي بس؟ هو انت مش عارفه سميحه وعمايلها؟ اللي غلط يتربى. وده اللي انا عملته يا نني عيني انت وهو. مراتك غلطت واتربت واللي هيعمل زيها يبقى يستحق قتلها. احنا في بيتك يا شاهين باي. خلاص بقى يا سميحه دول برضه ضيوف. شور يابا واكرام الضيف واجب طبعا. تعالى بقى اما